دول عيلة كويسين. ده حافظ كويس، راجل بخيل جدا، بس مش دي مشكلته. مشكلته الحقيقية مراته بوسي كويس، نشطة في حقوق الحيوان وعندها جمعية بوسي كات لحماية الفراخ البيضة. أبو بوسي عارف كويس، راجل عدل وأكبر كويس في الكويسين. عيلة الكويسين بقى مش لاقيين مظهر كويس. عملية ايه دي يا أخويا؟ عملية القرموط القرموزي. رجلي انا انت كويس يا ابني؟ انا كويس بس انا هتيه متاه من قلبي. ما انت لازم تبقى كويس يا ضلال يا صايع. انا مامتك يا مسار. امي. يا الله. ماما مين ده؟ ده ابننا عم جوها. لو ضحكتوا عليا تاني وربنا لاكون قلع البامبرز وفضحكوا. انا هقصت وفرها وانت تقص حته من شعرها. ماشي يا اخويا. حلوين دول. ده لطيف. هما نزلوا بني ادمين فتحت سقف ولا ايه؟ اركن جدتك عند السلم لغايه ما اشوف لها مكان احطها فيه. سوري يا ماما. عيلت كويس لازم شكلها يطلع كويس. انسب وقت نسرق فيه قرموط يوم سبوع جوهر. سبوع مين يا مامير؟ انا هلعبه لوحدي. العيلة دي كويسين في ايه بالظبط؟ انت فاكرني؟ ما تخافيش انا مش ناسيكي. مفيش حد هيمشي من هنا، كل اصحابك موتوا. ارميها في بسيط. هي عملت دب؟ مش مفروض تعمل بش؟ ما هو غالبا البسين الناحية التانية. انا عندي تعديل بسيط قوي على الخطة. طب تعال.